مصعب التحق بجامعة أفريقيا العالمية ودخل كلية الإعلام وتخرج من كلية الإعلام سنة 2010، وعمل بعض الفترة في قناة فضائية في السودان، وجلس فترة حتى جاءت أحداث ثورة يناير 25 يناير، فقرر مصعب أنه هو يسافر إلى مصر يشارك إخوانه في الثورة من ناحية، ومن ناحية تانية يبدأ حياته العملية. 31 يناير مصعب نزل إلى مصر وبدأ يلتحق بالميادين الثورة، وبعد كده هوت لما انتهت وتنحى حسني مبارك تقدم إلى الجيش لأداء الخدمة العسكرية في 2011، وتخرج في دفعة 10/2012، وبدأ فعلا يلتحق بهيئات أو يعني حاجات تخصصية، وبدأ ياخد الدورات ديت وتخرج منها أو اجتازها في شهر 2/2013، وبدأ ينزل في الحياة العملية. التحق بشهاب، مؤسسة شهاب الإعلامية، جلس فيها فترة، ثم التحق بمؤسسة رصد الإعلامية وجلس بها فترة حتى استشهد. فهو نزل من ضمن الإعلاميين اللي نزلوا في ميدان الرابعة في 28/6 مع الناس الذين اعتصموا في رابعة. كان هو كإعلامي كانت مهمته أنه يوثق ويتحاور ويناقش ويسأل ويكتب كأي صحفي من الصحفيين اللي نازلين في أي مجال من مجال الإعلام. مصعب كان لنا في البيت زي العمود الفقري للبيت، فكنا نعتمد عليه في يعني معظم الأشياء. عايزين أي حاجة، يا مصعب تعالى، يا مصعب روح، يا مصعب اطلع، يا مصعب انزل، يا مصعب اعمل كده. وهو كان يعني بياخد هذه الأشياء بصدر رحب. هو من عادته أنه هو يحب الناس ويخدم الناس ويقدم الخير للناس. كان مصعب مصدر خير للآخرين، وكان يختار الأشياء اللي فيها صعوبة حتى يخفف على إخوانه. من مميزاته أنه كان فنان، له كثير من اللوحات اللي عملها في كراسات الرسم. في 9/8 زفيت بنتي ألاء، وكان الفرح بعد ما عملنا حفل للأهالي في الأسكندرية، وكان فرح جميل في المسجد. وبعد الفرح صلينا المغرب والعشاء وانطلقنا إلى رابعة. وصلنا إلى رابعة حوالي 1:30 تقريبا بعد منتصف الليل، وكان مصعب في صحبتنا، وعشنا الاحتفالية الجميلة، وكان بيشارك فيها معظم الناس على المنصة، وكان يوم جميل جدا. كان مصعب بيقدم البونبوني للناس، وكان يعني هو اللي منظم هذه الاحتفالية لأخته. يوم 14/8 أنا عشت فيه، كنت موجود من بعد منتصف الليل، حبيت اوصل له ما عرفتش. الناس قالوا النهارده في يعني بيقولوا يوم الفض وكده، واحنا خدناه بقدر الله. كان تصورنا لما الناس قالوا ان في فض، تصورنا ان جيشنا شرطتنا اخواننا هيخشوا يقولوا لنا امشوا يا جماعه، هيرش علينا بالميه، هيضربونا بالهروات، اي حاجه من كده يعني. لكن احنا فوجئنا بمعركة عسكرية بما تحمل هذه الكلمة من معنى. هؤلاء المجرمين كلهم، كل من ساهم وشارك وخطط وقاتل وأيد وفوض، كلهم مجرمين، لابد أن يحاكموا ويأخذوا حقهم في القصاص. هذا الإجرام اللي حصل ده جريمة بشعة لا يمكن أن نسكت عليه أبدا. والشعب الحر الأبي في مصر والعالم الحر الأبي في العالم كله لن يسكت أبدا. ابن مصعب كان في هذه المحرقة وهذه المقتلة كان ينقل الحقيقة. لن تسمع لمصعب صوت، ولن ترى له صورة، ولن تسمع له تعليقا، ولكنه نقل الحقيقة بالكاميرا التي لا تكذب. فكان جزاؤه بعد أن أدى الخدمة العسكرية وبعد أن خدم مصر وخدم الجيش، كان جزاؤه أن يقتل بثلاث رصاصات، واحدة في القلب، وواحدة في الجنب من الكلى، وواحدة في دراعه.
مصعب اتصلت عليه قبيل العصر، كانت الساعة 3 وشوية تقريبا، وقلت له خلي بالك يا مصعب أكثر من لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإحنا إن شاء الله كلنا شهداء وربنا ثبتنا ونتقابل إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا تقابلنا في الدنيا ونتقابل في الجنة. هو قال لي خلي بالكم من بعض يا بابا ربنا يستركم وكده. كنت أتصور إن مصعب ابني سوف يموت شهيدا في تحرير المسجد الأقصى، وما كنت أظنه أبدا أن يموت في مصر على يد العسكر السفلة فسق العصاة المجرمين الآثمين أبدا. مصعب ابني حبيبي كنت أتعامل معك كصديق وليس كأب، كنت أشاورك في كثير من الأشياء، كنت أتتبعك أنا وأمك في اختيار الأصدقاء والأصحاب، أردنا أن تختار الأصدقاء الأتقياء الأخيار الصالحين، وكنا ندقق في أصحابك كثيرا، وحينما كبرت اخترت أنت الصحبة الطيبة، اخترت صحبة النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، لقد فزت وسبقتنا إلى الجنة، ونحن سوف نقتفي أثرك ونقوم بفعلك وننهج نهجك لنشر الحقيقة ونشر الخير. هنيئا لك هذه الصحبة الطيبة، هنيئا لك هذه المنزلة العالية، هنيئا لك أن تكون مع سيد الشهداء حمزة. مصعب ابن حبيبي كنت أتعامل معك كصديق وليس كأب، كنت أشاورك في كثير من الأشياء، كنت أتتبعك أنا وأمك في اختيار الأصدقاء والأصحاب، أردنا أن تختار الأصدقاء الأتقياء الأخيار الصالحين، وكنا ندقق في أصحابك كثيرا، وحينما كبرت اخترت أنت الصحبة الطيبة، اخترت صحبة النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، لقد فزت وسبقتنا إلى الجنة، ونحن سوف نقتفي أثرك ونقوم بفعلك وننهج نهجك لنشر الحقيقة ونشر الخير. هنيئا لك هذه الصحبة الطيبة، هنيئا لك هذه المنزلة العالية، هنيئا لك أن تكون مع سيد الشهداء حمزة.